السلام عليكم. دلوقتي لو أنا عندي أرضية وعايز أحط فيها بعض النقوش شكلها جميل، هعمل الموضوع ده إزاي؟ هاجي هنا الأول أرسم الفلور اللي أنا عايزها أهوت. طيب الفلور دي مكونة من أكتر من لير، فأنا عايز أشغل على أول لير بس، فهقول له أنا عايز أعملها كبارتس، كريت بارتس، فيبدأ يجيب لي ليرات، فأبدأ أشغل أول واحدة بس. ديفايد بارتس هبدأ أقسمها، أنا مثلا خط هيقسم لي دي واحدة ودي واحدة تانية، أقول له إيه سكتش، أنا عايز أرسم حاجة زي ما أنا عايز، وأقول له أنا عايز أعمل إنسيرت لوحة أوتوكاد وأوبن، نزلها لي بالشكل ده. ده الميزة بتاعتها بقى، إن كل واحدة من دول تقدر تديها شكل ولون معين، وتقدر تكرر ديت، تقدر تاخد لوحة أوتوكاد كبيرة زي ما أنت عايز. ممكن تعمل سيلكت هنا وتقول له انا عايز اعمل سكيل ليها مثلا 5 مثلا اهي بالشكل دوت. اوكي. طيب لو جيت هنا بقى وعملت سيلكت على الجزء ده بس، وجيت تقدر تديله الماتيريال الخاصة بيه، ده خلاص بقى قطعة منفصلة ليها الماتيريال بتاعتها. ماتيريال باي اوريجينال هياخد نفس الماتيريال، لا انا عايز اديله ماتيريال مختلفة، وليكن مثلا ديت او دي بالشكل ده. كل قطعة من دول تقدر تعمل عليها سيلكت بالشكل دوت، وتروح تخش هنا وتديها الماتيريال اللي انت عايزها. فتقدر تدي الماتيريال زي ما انت عايز. خليني اختار الحتت ديت وهقول له انا عايز اختار لهم ماتيريال، خليني اختار لهم ماتيريال مثلا باللون دوت البلو، اذا ما بشكل اوت.